كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة. وحرص الرئيس السيسي خلال الاحتفالية على التوسط في صورة تذكارية مع أبطال ذوي الهمم في دورة الألعاب العالمية بفرنسا الذين حصلوا على 27 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية على مستوى الألعاب في دورة الألعاب لذوي الإعاقة في مدينة فيتشي بفرنسا 2023. وفي نهاية الاحتفالية توسط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع شباب وأطفال قادرون باختلاف. حياتي اتغيرت من النسخة الأولى لاحتفالية قادرون باختلاف سنة 2018 لما حضرتك قررت إنه يبقى عامل إعاقة. كل المستشفى بتقول لأبويا رجلي بدها تنبتل. أمي قالت لهم لا تبطروش رجله، أعطوه فرصة عشان إيش؟ يبطل رجله وقبل ما تطلع لنا محاولة على مصر يا على البلاد تانية. نفسي أحضن الرئيس وأبوسه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنت وكل كل اللي اتصاب وكل اللي اتأذى يعني. والشهداء عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قادر يعمل المستحيل كله. اسمح لك أسلم عليك.